احنا النهارده معانا الفنان عصمت داوستاشي، موسوعه فنيه الله بصراحه يخليك. في مصر وبالاخص اسكندريه وفن اسكندريه. شرف كبير ان نبقى معاه وناخد المعلومات كلها من المنبع زي ما بيقولوا، بالاخص طبعا عيله محمد وعفه ناجي، بما ان حضرتك كنت من طلاب الفنانة عفة ناجي والمدة طويلة جدا كنتوا في الآخر أصدقاء كمان. والفنان عصمت مش بس فنان، كمان مؤرخ وآرت هيستوريان. فنانة تانية برضو مهمة جدا أحب إن حضرتك تتكلم عليها، لأن حضرتك يمكن من الناس القليلة جدا اللي عندها معلومات كتير عنها واللي اتقربت كتير جدا منها، اللي هي الفنانة مارجريت نخلة. وللأسف ما بقاش عندنا أي معلومات، والتابلوهات برضو اختفت، فحضرتك كنت معاصرها وعارف معلومات كتيرة قوي. فهخلي حضرتك الأول نتكلم عن اسكندرية وأهمية اسكندرية في الفن المصري الحديث، والانطلاقة اللي بدأت من اسكندرية، وأهمية الفنانين اللي ما كانش عليهم الضوء زي محمد ناجي وأهميته، وكانوا محمد ناجي ومحمود سعيد وكذا فنان من اسكندرية كان عندهم تأثير كبير قوي في الفن المصري الحديث وأثروا على أجيال كتير من بعدهم. الأول نتكلم عن اسكندرية وإيه دور اسكندرية، وليه لحد يومنا هذا الحمد لله اسكندرية فيها فنانين كويسين جدا. إيه اللي خلى البيئة بتاعت اسكندرية تأثر في الفن وتخلي الحس الفني عند الفنانين دول عالي جدا؟ شوف، أنا هنقول لك على حقيقة. يعني كان مفروض ان احنا نعيش عن اسكندرية والفن في اسكندرية. كان المفروض ان يعني زي ما بنسمع في الفن العالمي الحديث ان باريس عاصمة الفن، وبعدين مش عارف في ألمانيا ميونخ، وبعدين في أمريكا نيويورك. هي اسكندرية المفروض انها تكون عاصمة عالمية للفن. لكن طبعا لأن احنا بعد الحرب العالمية الثانية المنطقة بتاعتنا كلها خرجت من يعني من المنظومة، يعني بقت تابعة، ما بقتش رائدة رائدة ومستقلة وسباقة. مثلا يعني مثلا السرياليين كانوا بيشتغلوا جنبا إلى جنب مع السريالية العالمية. كان اسكندرية كانت جزء من الثقافة الأوروبية أو العالمية قبل الحرب الثانية. بعد الحرب الثانية اختلف الوضع، وخاصة بعد ثورة 52 اختلف الوضع، بقى في عداء وبقى في انكماش للداخل. أثر تأثير كبير على اللي المفروض كانت اسكندرية تكونه. في اسكندرية تاني بلد في العالم بعد سان باو، بعد فينيسيا في ايطاليا، اتعمل فيها بينالي، اللي هو بينالي الاسكندريه اللي افتتح سنه 1955. اسكندريه في الفن ليها مكانه كبيره جدا. ليه؟ الكلام ده مش بس علشان اسكندريه بتاعت محمد علي باشا اللي جه فيها الاجانب واستوطنوها وعملوا جاليات كبيرة
مستنيرة في وقت كانت أوروبا بتعاني كلها من ظروف اقتصادية وظروف سياسية. كانت ملجأهم الإسكندرية، كانت عاصمة كبيرة يعني للعالم بيلجأ لها، اللي بيبحثوا عن الثورة وعن الغنى وعن الفن وعن كل حاجة كان بيجوا إسكندرية. لا، مش من أيام محمد علي بس، تاريخ إسكندرية كله من أول ما خططها الإسكندر وهي معمولة علشان تكون عاصمة للعالم. مش بس هي فعلا كانت عاصمة للعالم القديم، لكن هي معمولة كمدينة تبقى عاصمة للعالم كله. المنارة والاستنارة مش قضية إنها كونها في المنطقة دي على ساحل البحر أو كون المناخ بتاعها كذا أو كون، إنما ده قدر يعني بتكتسبه المدن العظيمة. يعني فما نقدرش يعني نقول إن في حاجة واحدة، هي مجموعة حاجات، مش بس مثلا مدرسة اسكندرية العظيمة القديمة هي اللي خلت اسكندرية مدينة عظيمة، هي مجموعة حاجات كتيرة. فاسكندرية لحد النهاردة ما زالت تحتفظ بهذا الجوهر، مش بس في فنانيها وأدبائها وشعرائها، ولكن الظروف اللي احنا عايشينها ما بتخليش الجواهر دي والطاقات دي يعني والقامات الإبداعية دي إنها تاخد حقها الحقيقي. احنا يعني منيجي عند اسكندريه ونبتدئ مع اسكندريه الحديثه اللي عملها محمد علي باشا، لان دي هي دي اللي تهمنا، لان قبل كده كان في عصور من الظلام عانت منه اسكندريه لحد ما دخلها نابليون بونابرت، والحملة الفرنسية دي هي اللي عملت يعني عارفة شالت التراب عن اللي مستخبي. يعني اكتشفت مش بس اسكندرية، اكتشفت كنوز مصر كلها، اكتشفت مصر من أول وجديد. فاستوطن اسكندرية كتير من الأجانب بعاداتهم وبتقاليدهم وبثقافتهم، وعلشان كده انتشرت في اسكندرية في القرن ال18 بعد في الأسرة العلوية انتشرت مراسم الفنانين الأجانب كتير، وكانت مراسم الفنانين الأجانب دي بتلبي احتياج طبقتين، احتياج الأجانب نفسهم إن هم بيبقوا عايزين لوحات شخصية لهم وللأسرة، ولوحات تزيينية للفيلات والأصول اللي اتبنت في اسكندرية في القرن ال18 وال19، وبتغطي احتياج الأسرة الحاكمة، لأن الأسرة الحاكمة برضو عندها قصور عايزة تتزغرف عايزة تترسم، وهم كانوا بيحبوا يرسموا لوحات لهم ولبناتهم ولشأن أي أسرة حاكمة يعني في العالم. الزخم الفني اللي كان موجود في اسكندرية طبعا انتقل جزء منه إلى القاهرة، لأن انت تعرفي ان زمان كان اسكندرية في الصيف هي عاصمة مصر والقاهرة في الشتاء هي عاصمة مصر، يعني كانت الحكومة بتيجي كل الحكومة والسلطة الحاكمة بتيجي. أنا أول مرة أعرف المعلومة دي. لحد ثورة 52 يعني في الصيف الحكومة بتيجي في اسكندرية، اللي هي لوران باشا سراية
لهم المقر بتاعهم، وكان الملك في راس التين او منتزه، كانت حكومه، كانت عاصمه مصر في الصيف هي اسكندريه، وعاصمه مصر في الشتاء هي القاهره. ف اسكندريه طبعا كانت سباقه كتير عن القاهره في الزخم الفني في الفنون، ومش بس في الفنون التشكيليه او الفنون البصريه، في المسرح. يعني اول مسرح اتعمل في اسكندريه في الصحافه، او الصحافه اتعملت في السينما، او السينما اتعمل فوتوغرافيا. تاني دوله في العالم جم من باريس يصوروا فيها كانت اسكندريه، وبعد كده راحوا تونس، يعني عشان الشمس طبعا. عشان فاسكندريه دايما سباقة أنا لحد مثلا 40 سنة أو حاجات زي كده، لما كنت بطبع كتب بتاعتي في المنشية في مطبعة، كنت بطبع كتبي الأولانية في مطبعة، كانت المطبعة دي صاحبها صديقة كان بتشتغل بتطبع الحاجات بتاعت اليونان، يعني في اليونان اللي عايزين يطبعوا حاجات فواتير ولا كتب ولا نشرات بيجوا يطبعوها في المطبعة دي في اسكندرية. كانت اسكندرية مش بس كده، كانت بتقدم كتير من الخدمات لأوروبا في الوقت ده. فلما يبتدأ تظهر حركة مصرية في الفنون في اسكندرية قبل القاهرة، فده شيء طبيعي جدا، لأن محمد ناجي ومحمود سعيد دول كانوا بيرسموا ولهم لوحات قبل ما تتفتح مدرسة الفنون الجميلة في درب الجماميز سنة 1908. كانوا ماشيين في سكة الفن. صحيح أهاليهم من الطبقة الأرستقراطية فرضوا عليهم يدرسوا القانون أو المحاماة، لأن هي دي سكة السلطة وسكة الوزارة وسكة الحكم والحاجات ده هي. لكن الاتنين لما راحوا أوروبا عشان يدرسوا، المفروض يعني يدرسوا الحقوق والحاجات ده هي، كان عمهم اولا واخيرا هو دراسه الفن. وكان في اوروبا في مدارس كتيره جدا، سواء خاصه في فرنسا، والاثنين دخلوا معاهد خاصه بفلوس يدرسوا الفن، علشان رغم ان هم دارسين برضو على يد اجانب هنا في اسكندريه، وصحابهم اصدقائهم اللي في اسكندريه فنانين اجانب سكندريين موجودين. فاسكندريه الحقيقه يعني من يعني ولوده بالمبدعين قبل حتى انشاء كليه الفنون الجميله اللي كانت في القاهرة، بعدين أنشأوا كلية فنون جميلة في اسكندرية سنة 57. طبعا إنشاء فنون جميلة في اسكندرية 57 كان ليه ضرورته، لأن اللي حصل إن بعد العدوان على مصر سنة 56، اللي هو العدوان الثلاثي، عارفه انجلترا وفرنسا واسرائيل ضربوا ودخلوا مصر من بورسعيد، واحتلوا ونزلوا بالمظلات في بورسعيد. بعد 56 الاجانب كلهم تقريبا كتير منهم سابوا مصر، فسابوا فراغ كبير جدا. فمن هنا كان ضرورة
إنشاء كلية للفنون الجميلة، لكن كان فيها مبدعين. إسكندرية كان فيها فنانين كبار، يعني قبل إنشاء كلية الفنون الجميلة، لما إنشأت كلية الفنون استعانت الكلية بيهم، زي سيف والدي وأدهم والدي ومحمود موسى النحات وهجرس وغيرهم، كانوا موجودين وبيشتغلوا، استعانت بيهم كأساتذة يدرسهم في الكلية وهم مش أكاديميين. فالكلية طلعت أجيال بقى، أجيال جديدة، لكن ما يعني ما أنهتش حالة التوهج الإبداعي للمدينة اللي كانت موجودة، بل خلتها أكثر تألقا وأكثر توهجا. والإبداعات السكندرية الحقيقة كانت لما بتتعرض في أنحاء العالم، بالذات السكندريين، بتبقى لها تأثير قوي. بس زي ما قلت لك، ما احناش في المنظومة العالمية اللي حصلت للفنون بعد الحرب العالمية الثانية، واللي يعني المنظومة العالمية دي اللي هي دخلت كلها تحت أو في نطاق متطلبات سوق الفن، لأن هم خلقوا سوق للفن وبورصة للفنون في العالم ما كانش إحنا لنا وجود فيها. لكن من 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 في الـ في الـ الإبداع نفسه والرؤية والفكر التشكيلي، السكندري ليها دور قوي لا يقل عن مثيله في العالم. من هنا اسكندرية لها هذا التميز، ولفنانيها لهم يعني الحضور القوي دهوت، والجراءة التجريبية، عارفة، والألوان المتألقة، يعني والحس أو الفكر الشمولي في إبداعاته. حضرتك برضو عايزين نتكلم على ذكرياتك مع عفة ناجي، رحلة عفة ناجي، بما إن حضرتك أقرب الناس إليها وأكتر واحد ملم بكل حاجة في تفاصيل حياتها حتى الشخصية والمهنية. يعني أنا بس كنت عايز أصحح حاجة، هو طبعا أنا كنت أتمنى أبقى تلميذ لعفة ناجي وتلميذ لأي حد. أنا في الحياة تعلمت من الجميع، إنما أنا يعني عشان أكون صادق، أنا تلميذ للطراز الحضاري الفني. يعني أنا اتعلمت من المصر القديم ومن القبطي ومن الإسلامي ومن الفنون الحضارية كلها، وتعلمت أكتر من الفنون الشعبية. دي كانت مدرستي ودي كانت توجهاتي. ولما بدأت أعرف الفنانين الكبار دولت، كنت يعني تجاوزت مرحلة إن أنا كنت تلميذ لحد، لكن أنا تلميذ لهم لأن اتعلمت منهم حاجة مهمة جدا، أنا في رأيي أهم من الفن، اللي هي الأخلاق والسلوك. وكان جيل يتمتع بأخلاق وسلوك ذات مستوى رفيع وإنساني وراقي، واحنا نفتقد دلوقتي. فهو ده اللي انا اتعلمته. انا عرفت فنانين كبار ومعظمهم اسكندريين، لان انا اهتميت باسكندريه. يعني انا اهتميت باسكندريه، انا ما لحقتش محمود سعيد حضرت جنازته وصورتها، ما لحقتش ناجي، لكن عندي كل تراث ناجي موجود، وكأن ناجي كنت عايش معاه. ما لحقتش يعني
اللي هم جيل الرواد الأول، لكن لحقت كل جيل الرواد التاني، يعني عفت ناجي، محمود، موسى، مارجريت نخلة، مارجريت نخلة، حسين بكار، يعني وعشت معاهم وكنت جزء وهم جزء من حياتي. فأنا اتعلمت منهم العطاء، يعني احتضنوني وكنت شاب صغير وفنان عارفة يعني لما حد يؤمن بتجربتك الفنية ويحتضنك، ها، وسرعان بدل ما هو يشعر ان هو مثلا في حضرة فنان كبير، يشعروك ان احنا اصدقاء وان احنا يعني منظومة بتكمل بعض. هو ده اللي حصل معايا ومع عفت الله يرحمها، ان كنا في اواخر ايامها لما الوهن الجسدي انتبه وعجزت، كنا بنشتغل سوا اعمالها الفنية الاخيرة كلها عاملينها احنا الاثنين. انا بقوم بالجهد العضلي لانها في اواخر، هي واخوها كانوا دايما مؤمنين بضرورة اللوحة الجدارية مش اللوحات الصغيرة اللي بتترسم. كان مشروعهم وحلمهم زي مثلا في مصر القديم، مصر القديم مبني على الجداريات الضخمة سواء المرسومة أو المنحوتة. هما كانوا نفسهم إن يبقى فيه مدرسة للجداريات. حاولنا نعملها أنا وعفت أو هي تعملها وأنا أساعدها في الأتيليه، حاربوها. ففي أواخر حياتها كانت تحب تعمل أعمال كبيرة، يعني تجيب مثلا جلد تمساح 3-4 متر وعايز تعمل لوحة سبك، يعني هي مش هتقدر لا تلزق ده ولا تجيب الخامات. فكنت انا بقوم بكل، نقعده على ترابيزه تقول لي افكارها، ها، ونبتدي نحدد الخامات، وابتدي انا اجيب الخامات وابتدي انفذ، وهي بتحط اللمسات الاخيره. نفس الورشه اللي كل الفنانين الكبار في العالم بيعملوها مع تلامذتهم او المساعدين لهم او المقربين منهم. ف يعني كان في نوع من الالتحام الوجداني والعملي مع عفت ناجي. وعلشان كده كان المفروض كان مشروعنا الكبير هو تحويل الفيلا اللي هي في محرم بيه الى متحف لعفت ولناجي ولسعد. وكنا اضفنا كمان امبرن اللي هو صاحب الفيلا، وده نحات ايطالي معروف، وخدنا صاحب المكان خدنا موافقته على تحويل الفيلا. ويعني كنا بصدد اشهار يعني جمعية أصدقاء الناجي، لأن في فيلا باسم ناجي، لأن كان من المهم إن عفت وناجي يبقى لهم متحف في اسكندرية، مش في القاهرة. يعني ناجي متحفه في القاهرة وعفت وسعد متحفهم في القاهرة، لكن اسكندرية كان لازم يبقى ليهم متحف. واعتقد ان المشروع ده ان يبقى ليهم متحف لازم اسره عفت ناجي تتبناه وتحاول جاهده. ليه؟ لان الفيلا لسه موجوده وموقفين هدمها، وممكن تترمم وممكن تتعامل سواء فيها او في اي مكان تاني. فعفت انا عرفتها
انا اعرفها طبعا في الكتب وفي المعارض، لكن اول ما عرفتها شخصيا عرفتها سنة 73 في اتيليه اسكندرية. كانت هي نائبة رئيس الاتيليه، وانت عارف حضرتك ان اتيليه الاسكندرية اللي انشأه محمد ناجي سنة 35، وكانت هي المشرفة على النشاط الفني. تدخلت معاها في اللجنة، هي لجنة الفنون التشكيلية في الأتيليه، وبدأنا نعمل أنشطة ونعمل مشاريع ونستضيف فنانين ونستضيف يعني مفكرين، زي مثلا استضفنا حسن فتحي في محاضرة كبيرة جدا في الأتيليه، وعملنا أنشطة مثلا عن أندريا لوت، هو صديق لعفت وناجي، وكان جه زار مصر بدعوة من ناجي والحكومة المصرية، وعمل كتاب عن الفن المصري القديم مهم جدا. فمن الأتيليه حصل يعني الارتباط الفني بيني وبين عفة ناجي، إلى أنها الله يرحمها يعني توفت وأنا مش في مصر، توفت وأنا كنت في ألمانيا. ولما رجعت من ألمانيا كان كل حاجة انتهت، كان الفيلا بتاعتها رجعوها تاني لأصحابها، وكان كل حاجة وكانت أحلامها في تحويلها إلى متحف أجهدت وانتهى هنا. يعني ما أسهل إن الفنان ينتهي بسهولة في لحظة، زي مارجريت نخلة بالظبط، زي مارجريت نخلة، نفس السيناريو. أنا أعرف مارجريت، طبعا أعرف مارجريت نخلة، لكن إمتى شفتها؟ شفتها برضه في أوائل السبعينات، 75 74 في الفترة دي، لما لقيت واحدة ست عجوزة كده كبيرة جاية بعصاية كده، دخلت عليها في متحف محمود سعيد، كنت أنا المشرف على الأنشطة في المتحف ده، فرحبت بيها وتفضلي يعني تحت امرك عايزه ايه؟ قالت لي انا عايزه اعمل معرض. قلت لها طب ماشي، ما كنا بنعمل معرض، حضرتك مين؟ قالت لي مارجريت نخله. إيه انا بقى سمعت اسم مارجريت نخله ده حاجه كبيره بالنسبه ليا، وبدات صداقه قويه بيني وبينها، وعملت لها المعرض، وعملت لها معرض تاني في الاتيليه سنه 77. كنت دايما بزورها، وانا افتكر في زياره من الزيارات اعطتني مفتاح، سلسله فيها مفتاحين بالظبط، قلت لها دول ايه المفاتيح دي؟ قالت لي ده مفتاح البيت بتاعي، كانت ساكنه في رشدي في كفر عبده في فيلا كده، فيلا دورين، هي واخده الدور التحتاني. قالت لي ده بتاع البيت، والمفتاح التاني بتاع تربتي، عشان لما نموت عايزك تدفني وتهدي لوحات دي لوزارة الثقافة. كانت مارجريت عايشة لوحديها، كان أخوها الوحيد على ما أعتقد، وأنا ما شفتهوش وما أعرفهوش، كان عايش في كندا. انا كنت وقتها لسه شاب، وكنت لسه يعني متجوز من كام سنه، وعندي ويعني فكره الموت دي، قلت لها لا 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 موت ايه، انا خفت يعني، وربنا يديك الصحه وربنا يديك العمر وخلي المفاتيح معاكي وان شاء الله كل حاجه تبقى تمام، وحاجات زي كده. الى ان انا سافرت للعمل في الخارج، وهناك زوجتي قالت لي ان مارجريت نخلة توفت، ولما رجعت ما لقيتش اي حاجة لمارجريت نخلة.
تم نهب البيت ونهب اللوحات ونهب كل حاجة. لما أخوها جه من كندا لقى شقة فاضية سلمها لأصحاب البيت. معرفش سمعت إن اللوحات والحاجات دي أخدها المحامية بتاعها، سمعت إن العفش والحاجات دي أخدوها البوابين والشغالين اللي موجودين في المنطقة، لأن عارفة حضرتك اللي بيموت ملهوش أقارب بتروح الحاجات دي البيت للأوقاف أو بتروح يعني بيت المال، بتروح يعني الحكومة بتاخدها بتصادرها الحاجات دي. فانتهت مارجريت نخلة فجأة في الوقت اللي كانت آخر مرة أنا أفتكرها كانت عايشة وسط لوحاتها بتتدفى بيها. بقول لها ليه ما بتبيعيش اللوحات ده؟ تقول لي لا 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 خلاص أنا عايزة أبيع، أنا عايزة لوحاتي حواليا. الكلمة دي تسمعيها من كل الفنانين اللي بيكبروا في السن، أنا عايز الشغل بتاعي ده حواليا، عايز أموت وسطيه. وهو أول ما يموت الحاجات دي بتنتهي وبتروح وبتتلاشى وبتختفي بأي شكل من الأشكال. حصل مع سيف وقال لي نفس الحكاية. مات استولت إحسان مختار على حاجاته وقعدت تبيع فيها. ماتت إحسان مختار، حاجات كتير اتسرقت، سرقوها الشغالين سرقوها وكانت بتتباع في النبي دانيال. لما جت وزارة الثقافة تشتري ما تبقى من حاجات سيف وأدب في مرسمه اللي هو بيته اللي جنب مسرح سيد درويش، اشتروا كل حاجة لط واحد، لط يعني مش باليرد، مش باللوحة، دي لوحة اسمها كذا، مقاسها كذا، خامتها كذا، لا اشتروها باللط. وأثناء الشراء ده اتسرقت برضو حاجات. سؤال بقى، حسين بيكار ايوه فنان من القاهرة ولا كان له دور؟ لا اسكندراني، جريتلي مش كده؟ اسكندراني وجريتلي واحنا جريتليه وانا كان. لا معلش يعني ايه جريتلي؟ جريتلي يعني من جزيره كريت اصولهم. من جزيره كريت في اليونان، من مسلمي جزيره كريت. في جزيره كريت لما الدوله العثمانيه انهزمت في الحرب الاولى سنه 1914 واليونان طلبت بالجزر بتاعتها واراضيها، كانت الاتراك محتلين اليونان، فكان طلبوا بكريت برضو عايزه الجريتليه اليونانيين عايزين الجزيره بتاعتهم، عايزين يطردوا الجريتليه المسلمين اللي هم تبع تركيا، زي ما في قبرص اللي مقسومة نصين دلوقتي، أبرصة تبع اليونان وأبرصة تبع تركيا. وحسين بيكار اتولد في اسكندرية. جم بقى دول اتهاجروا من كريت لأن حصل زي حرب أهلية كانوا بيقتلوا المسلمين. وأسرتي أنا جت في الفترة دي بعد الحرب العالمية الثانية على طول، مثلا في 1920 في الفترة دهية. أبويا اتولد هنا وبكار اتولد هنا هوت، وكانوا الجريتلية دولت زي يعني يزوروا بعض، وكان بكار مشهور في الوسط دهوت الطفل اللي يعني المعجزة اللي بيضرب على البندولين وعلى الآلات الوترية، وكان يعزف لهم ويغني لهم، وكان بيحب الرسم والفن. فبكار اضطروا انهم يعني يروحوا بيه القاهرة عشان يدخل كلية الفنون الجميلة، لأن ما كانش في هنا كلية للفنون الجميلة. فهو بكار اسكندراني جريتلي يعني. وانا عرفته
عرفته سنة 74 75 برضو في السبعينات، في نص السبعينات، لما عملت معرض في اسكندرية وكتبت انه اخر معرض ليا، لان كنت زهقت، كنت بعمل معرض في اسكندرية محدش بيشوفها، ولا حد بيشتري منها حاجة، ولا حد بيكتب، ولا في نقاط في اسكندرية. كانت اسكندرية في الفترة دي بعد يعني زي ما تقولين طفوا النور عليها، بقت بتتحول الى قرية مش الى عاصمة والى مدينة، واصبح المركزية في القاهرة هي ليها الصوت الاعلى. فكتب بكار ان في فنان شاب في اسكندرية بينتحر وبيقول انا مش هعمل معارض ومش عارف ايه، ف يعني فوقني، عرفتي، فوقني. فقلت طب انا ليه ما نعملش المعارض بتاعتي والانشطه بتاعتي في القاهره الاول مثلا، وبعدين اجيبها اسكندريه. انا اذا كنت عايز الناس يشوفوها والنقاد يشوفوها فرحت لبكار بقى، ورحت ودعيته الاول معرض انا عامله، والتقيت بيه، وبقينا يعني مقربين جدا. و في أواخر حياتي قلت له عايزك تكتب عن فترة اسكندرية. كنت أنا عملت كتاب اسمه الرملة البيضاء عن فترة اسكندرية في اللي هي من الأربعينات للستينات، اللي هي الفترة الغنية جدا السرية جدا عن مدينة اسكندرية، خصوصا حي بحري. وقال لي وعدني إنه هو هيكتب، بس ما الله يرحمه ما كتبش. بس سجلت معاه فيلم كده زي اللي انت بتسجليه معايا. انا سجلت مع مجموعه كبيره من الفنانين، منهم بكار، حامد عويس، هجرس، مختار عطار، صلاح طاهر. وكنت برضو بتناول الجانب السكندري، في لان صلاح طاهر كان في اسكندريه مدرس في محرم، مدرسه محرم بيه. فيعني كل فنان حتى بتوع القاهره لما يجي حتى يزور اسكندريه يقول انا زرت اسكندريه، لو يعمل معرض في اسكندريه يقول انا عملت معرض في اسكندريه. يعني كده انا اتمنى ان اسكندريه تستعيد تاني دورها، ومش بالضروره يعني ريادتها، لكن خصائصها المستنيره، وتشع من اول وجديد زي ما كانت في اوائل القرن العشرين، وقت ظهور ناجي ومحمود سعيد.